هذا المحفل العلمي الكبير الذي دأب على جمع العلماء والباحثين وأهل اختصاص للتذاكر في علوم الشريعة في علاقتها بمصالح الأنام ومنافع العباد. موضوع أثر الحديث النبوي الشريف في إصلاح واقع الأمة وترشيد مسارها موضوع جدير بالمتابعة والمذاكرة والتحليل، لا لشيء إلا لأن هذه الأمة هي أمة الوحي، أمة الهداية بالوحي والاستقامة بالوحي وإصلاح شأنها بالوحي. والحديث النبوي الشريف وحي من الوحي، بل إن كثيرا من نصوصه تستمد معانيها وتستمد ألفاظها من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فتزيده بيانا وتزيده توضيحا وتزيده شرحا وتقريبا من المكلفين. الموضوع الذي اخترت الكلام فيه بين أيديكم يتعلق بأثر الحديث النبوي الشريف في إصلاح النشاط التجاري بين المسلمين، لا لشيء إلا لأن كما مر في سبحان الله في كلمة الأستاذ الدكتور وحدي السفير أمس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول ما بنى بنى المسجد ثم أسس السوق، المسجد لإقامة العبادات والسوق لتوفير الفضاء المناسب للنشاط التجاري في الإسلام من بيع وشراء وما إلى ذلك. الحديث النبوي الشريف الصحيح منه حسن فيه التأصيل وفيه الترشيد بل وفيه الإصلاح، إصلاح المعاملات المالية وجعلها تستقيم باستقامة هذه الشريعة. نستطيع أن نتحدث عن إصلاح العمل التجاري والنشاط التجاري للمسلمين باستحضار ما كان عليه العرب قبل الرسالة من تعامل بالربا، من تعامل بالغش، من تعامل بمعاملات متعددة بعيدة كل البعد عن السداد والصواب والرشاد. أول ما يثيب انتباهنا في إصلاح النشاط التجاري بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ونبهنا لأن ندخل السوق ونحن نردد الدعاء المأثور الذي يجنبنا سلبيات الأسواق ويضمن لنا السداد والرشاد في العمل التجاري، ليدلنا الشرع الحكيم ويدلنا الحديث النبوي الشريف أن البيع عبادة. البيع ليس عادة إنسانية محضة، البيع عبادة، فحينما تبيع وتشتري مع أخيك المسلم فإنك تعبد الله تعالى بوجه من الوجوه، فالله تعالى هو الذي أحل البيع وحرم الربا. تدخل السوق بدعاء، الدعاء طبعا احفظه جميعا لا أطيل بروايته لكم، هو معروف، فقد أنبه على أن ربط الدخول بالدعاء هو ربط للمسلم بربه سبحانه وتعالى وبخالقه ليعلم أنه يدخل السوق
يعبد الله تعالى لا لأجل أن يتصارع مع الناس ويمكر بهم ويغشهم. من الضوابط التي من شأنها أن تصلح أحوال الناس في السوق في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أرشدنا إلى التزام الصدق والتبيين في البيع والشراء. التزام الصدق والتبيين في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أيها الكرام، هذا تحول كبير، تحول كبير في النشاط التجاري في الإسلام، أن ينبني البيع والشراء بين المسلمين على الصدق أولا وعلى البيان. ماذا مراد البيان هنا؟ المراد منه أن البائع يتعين عليه أن يبين ما في سلعته من عيب إن وجد، فليبين ما في سلعته ليكون المشتري على بينة، فإما أن يبرم الصفقة أو يتخلى. يبين، ولكن أحاديث كثيرة جدا تحث على البيان والتبيين ما في السلعة، والمشتري صاحب النقود يبين سلامة نقوده وخلوها من أي غش أو تزوير أو ما إلى ذلك. الصدق والبيان هما اللذان يحققان البركة. والبركة كما تعلمون هذا مفهوم كبير جدا، بقيمة كبرى في الإسلام، قيمة كبرى في الإسلام تحل من الله تعالى على من؟ على الذي يستقيم ويصدق الله تعالى في البيع والشراء. هذه المفاهيم والقيم لم تكن معروفة لدى العرب قبل الرسالة. كانوا يغشون، كانوا يدلسون، كانوا يزورون، لكن الإصلاح، إصلاح البيع والشراء تم بهذا الجانب لا لشيء إلا لأجل أن يستقيم الناس ويصلح حالهم بالهدي النبوي وبالإرشاد الإلهي. الصدق والبيان في البيع والشراء لتحل البركة في البيع، وفي البائع الداع شيئا قليلا، فالله تعالى مع قلة المال يبارك له في ماله ويحفظه في صحته ويحفظه في رزقه ويحفظه في نفسه وفي عقله، فيستمر في بيعه وشرائه لا لشيء إلا لأنه استقام باستقامة الوحي. الحديث النبوي الشريف يحثنا على التزام السماحة في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة معناها تجاوز عن أخلاق من تعاملهم في البيع والشراء ممن في خلقه وفي خلقه غلظة أو شدة. كن سمحا أيها المؤمن في بيعك وشرائك، ليبارك الله لك في بيعك ويبارك لك في تجارتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة لمن يتخلق بهذا الخلق ويستقيم بهذه القيمة الإسلامية الكبرى، قيمة السماحة. ونحن نتابع ونتتبع الهدي النبوي وأثر الحديث النبوي الشريف في ترشيد العمل التجاري. يطالعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهي الناس عن الغش في النشاط التجاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. الغش ممنوع في التجارة، وصاحبه مرتكب
لمعصية كبيرة يوشك أن تزول مع هذه المعصية بركة الرزق وبركة التجارة وبركة المال. أين نجد هذه المفاهيم الآن؟ أين بالله عليكم قولوا لي في أي نشاط في أي قانون تجاري غير مستمد من الوحي نجد هذه القيم حاضرة في البيع والشراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى عبدا من خالد الحداء كتب الكتاب وقال بيع المسلم للمسلم لا خبث ولا داء ولا كذب، لأن البائع مسلم والمشتري مسلم، والمسلم لا يضر ولا يغش أخاه المسلم. إنه أيها الكرام إصلاح جذري للأخلاق للعقيدة للإيمان قبل الدخول في الممارسات التجارية ليضمن أن تحصل البركة ويحصل السداد من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يستوقفنا في أثر الحديث النبوي الشريف في إصلاح البيع إصلاح نشاط تجاري عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ترك الحلف في البيع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. كنلاحظوا في أحوالنا العادية أن التجار والله العظيم يعطوني خدام خدام، والله العظيم يعطوني كتاب خدام خدام. يا أخي دع أيمانك للأمور الكبيرة واحفظوا أيمانك. اليمين في الشرع لا تستعمل إلا في المواطن الكبيرة جدا كالقضاء مثلا، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد اليمين. اليمين تستعمل في اللعاب، تستعمل فيما تستعمل فيه في المواطن الكبيرة جدا التي يحتاج فيها الإثبات. أما في البيع والشراء فاحفظ يمينك أيها التاجر لا تقسم، فإن كنت ستقسم وستروج سلعتك لكن البركة لن تصاحبك لن ترافقك لأنك خالفت الهدي النبوي وكنت تمارس النشاط التجاري بمعزل عن هذا الهدي وعن هذا السلوك عن هذا الإصلاح إصلاح حال العمل التجاري بين المسلمين. ويطالعنا أيها الكرام كذلك ونحن نرصد ونتابع أثر الهدي النبوي في النشاط التجاري وفي الأسواق عموما. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو جاء وصفه في الكتب السماوية السابقة وصف بأوصاف منها ما رواه الإمام البخاري في الجامع الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته في السوق ليعلم الناس أن التجارة قد تمضي وتستقيم من غير أن ترفع صوتك أيها البائع أو أيها المشتري. نحن الآن إذا اطلعنا على أسواقنا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رغبا لكثرة الضجيج كثرة الصخب الموجود في الأسواق، وما هذا إلا بعد أيما بعد عن سداد الأمر وصلاحه كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يطالع هناك هناك أختم في درجة ومما يطالبنا في هذا المقام كذلك هذا مهم جدا أن الذي يدخل أسواق المسلمين يتعين عليه لزاما أن يكون عالما بأحكام البيع لا لشيء إلا لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الإمام ابن عبد البر في التمهيد لا يتجر في سوقنا إلا من فاقها أصبح فقيها عارفا بالحرام والحلال لماذا؟ وإلا أكل الربا. لا يتجر في سوقنا إلا من فاقها أصبح الفقه له سجية وملكة
لأنه إن لم يكن فقيها يوشك أن يقع في الربا. نحن نعلم أن البيوع في الفقه الإسلامي منها بيوع كثيرة يكاد صاحبها هو يوشك أن يقع في الربا لعدم معرفته بقضية التقابض والتباتل وربا الفضل وربا النسيء وما إلى ذلك بما يطول شرحه في هذا المقام. الشاهد من هذا كله أن المسلم من باب الاسترشاد بالحديث النبوي يتعين عليه أن يكون ملما بالحد الأدنى من أحكام البيع، الحلال منها والحرام، الباطل منها والصحيح، الفاسد منها والسليم، لئلا يقع في الربا. وهنا يطالعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في كتاب السنن الإمام النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكله أصابه من عباده. ومن لم يأكله أصابه من غباره، أصابته آثار الربا، لا لشيء إلا لجهله بأحكام البيع، إلا لعدم تمييزه بين ما يصح وما لا يصح من البيوع. أعطيكم مثال من الأمثلة التي لم يكن العرب سابق علم بها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف خاصة في الفترة المدنية، في المرحلة المدنية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما لا يملك. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. هذه في لغة العصر، لغة اليوم، نظرية اقتصادية متقدمة جدا. أن لا تبيع إلا ما تحوزه أيها التاجر، لأن لا تجعل بينك وبين المستهلك واسطة تجعلك تربح ربحا غير مشروع. يعني ليس على وقت لتفصيل الأمر بشكل مفصل أكثر، ولكن على الأقل نفهم من هذا أن من أساسيات البيع والشراء في الإسلام وفي الاقتصاد الإسلامي عموما أن البائع لا يبيع إلا سلعة يحوزها، سيما إذا كانت طعاما، أي مما يدخل في الاغتيالات اليومي للمستهلكين المسلمين، للتقليل من الوسائط ولحذف الوسائط بين المنتجين والمستهلكين. لا تبع ما لا تملك. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقد حلت بيني وبين جمهوري وطعن وقوفك امامي وما بقي من وقتي الا القليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع، وتاملوا بعد ذلك، أن تباع السلع حيث اشتريت حتى تنقل إلى الرحال. كنعرفوا حنا في السوق غدا كاين ما تسموش الشناقة، كيجي الغنمي في السوق يبيعوها في السوق ويزيد على المستهلك هامشا للربح، هذا غير جائز شرعا. لا تبيع السلعة، لا تشتري السلعة ثم تبيعها في نفس المكان حتى تنقلها إلى سوق آخر. وكان الناس كما قال عبد الله بن عمر، كان الناس يضربون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا السلع حيث اشتروها حتى ينقلوها إلى رحالهم. والعلة حذف الوسائط وعدم تفويت ربح للبائع إلا بعد أن يبذل جهدا، أما أن تشتري سلعة في سوق ثم تبيعها بنفس السوق هذا بيع باطل، وممارسه يستحق من الشرع الأقل أن يؤدب أو يعصر. وفي هذا القدر كفاية أيها الأستاذ الكريم. هذه نختم بعبارة، اخترت أن أجلي بين أيديكم آثار الحديث النبوي في إصلاح واقع الأمة. اخترت من ذلك واقع العمل التجاري أو النشاط التجاري.
لبسيس الحاجة إلى معرفته. وقد بينت في حدود ما سمح لي من وقتين هذا الأثر في إصلاح واقع الأمة، والموضوع يغري بالاستزادة منه، وعسى أن تتاح فرص أخرى أو تكون في المناقشة للتوسع أكثر في هذا الموضوع. أكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.